شركات كتير دخلوا في سباق مع بعض وهدفهم العربيات ذاتية القيادة، منهم شركات أصلا ملهاش علاقة بصناعة السيارات زي أبل وجوجل وأمازون. يا ترى مين فيهم اللي هيفوز بالسباق ده؟ تابع الفيديو للنهاية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علم خانة. فكرة العربيات ذاتية القيادة سيطرت على شركات كتير العشر سنين اللي فاتوا، وفي شركات ملهاش علاقة بصناعة السيارات أصلا دخلت على الخط، وده لأن التوقعات بتقول إن طلب السوق العالمي على السيارات ذاتية القيادة هيزيد بمعدل 4.2 مليون عربية مع بداية 2030، والحقيقة طبعا إن ده رقم مش قليل خالص في سوق العربيات بشكل عام، وعشان كده الشركات كلها بتحاول تستحوذ على سوق العربيات ذاتية القيادة، وبالذات شركات التكنولوجيا زي أبل وأمازون، لكن اللي سبقتهم شركة جوجل واللي أسست شركة ويمو تحت شركة ألفابيت. واللي ما يعرفش ألفابيت فهي شركة جوجل عملتها وحطت تحتها شركات كتير منها شركة جوجل نفسها. طيب شركة ويمو دي بقى أنتجت عربية اتشهرت باسم جوجل كار وقطعت شوط كبير جدا في الموضوع ده، وكانت من أوائل الشركات اللي اتحركت وعملت تجارب في الشارع وعملت 100,000 توصيلة في السنة الأولى من برنامجها التجريبي. عشان كده في توقعات كتير بتقول إن عربيات ويمو المشهورة بجوجل كار هي اللي هتقود المعركة دي في السنين اللي جاية، وطبعا لأن السيارات هتكون ذاتية القيادة فالطبيعي إنها هتكون سيارات كهربائية، وده لأسباب كتير، بعضها عشان عملية الأوتوميشن في قيادة العربية لنفسها، وبعضها خاص بالاتجاه العام للاستغناء عن المحروقات البترولية في وسائل النقل. فالطبيعي يظهر اسم تسلا صاحبة أشهر عربية كهربائية في العالم حاليا. تسلا عربياتها فيها نظام قيادة ذاتي ولكن غير كامل، بمعنى صح بيتطلب وجود شخص، وهو في الأساس معمول بس لمساعدة الشخص اللي بيسوق العربية، مش نظام كامل لعملية القيادة الذاتية. بس إيلون ماسك كان صرح أكتر من مرة عن إن النظام الكامل للقيادة الذاتية هيكون جاهز بنهاية سنة 2020، يعني بعد شهرين من دلوقتي. وعلى ذكر إيلون ماسك، فمن 4 سنين كان في لقاء والمذيع سأله عن أهم منافس لشركة تسلا في الشركات اللي موجودة حاليا، هل هي جوجل مثلا؟ فرد قال لا مش جوجل، هي شركة أبل. طيب احنا كلنا عارفين ان شركة أبل متميزة في صناعة التكنولوجيا الخاصة بالأجهزة اللوحية زي الآيفون والآيباد والكمبيوتر زي الماك بأنواعه، لكن اللي مش معروف ان شركة أبل من 2014 شغالة على سيارة ذاتية القيادة، متوقع يظهر ليها نموذج قريب. شركة أمازون بقى شافت ان في منافس تاني لتسلا وهي شركة ريفيان، وقررت انها تستثمر فيها وكمان تتعهد انها هتشتري منها 100,000 عربية لحد 2030. والحقيقة ان ريفيان ليه قصة كده، وحابب اخصص ليه حلقة ان شاء الله ونتكلم بتفاصيل اكتر عن صعودها المفاجئ. ده غير ان امازون اشترت شركة زوكس بمليار دولار، ودي كمان شركة سيلف درايفنج. الصين كمان دخلت في الخط، وفي شركات كتير واخدة دعم حكومي كبير للابحاث في موضوع السيارات ذاتية القيادة، وهحط لكم في المصادر تفاصيل اكتر عن الشركات الصينية. كل الشركات اللي اتكلمنا عنها دي ما بتفكرش بس في الربح من بيع السيارات ذاتية القيادة، ولكن بيبصوا الموضوع اكبر من كده بكتير، وهو الروبو تاكسي، اللي هو حضرتك تطلب تاكسي فيجي لك من غير سواق وتقول له على المكان فيوصلك، بالظبط زي التخيل اللي كان في مسلسل النهايه بتاع يوسف الشريف. وطالما جبنا سيره تاكسي او نقل ركاب، يبقى لازم نتكلم عن شركه اوبر ونشوف ايه دورها في المطحنه للشركات عاملاها في المجال ده. الحقيقه ان شركه اوبر هي كمان بتبحث في الموضوع وعامله قسم للسيلف درايفنج عشان تلحق التورته كلها زيها زي باقي الشركات، ولكن حسب موقع بلومبرج فالقسم ده الفلوس الاستثمارات فيه بدات تخلص، والمستثمرين الكبار في الشركه بداوا يضغطوا على السي او عشان يجدد في القسم ده ويبدا يستقطب استثمارات كبيرة قبل الفلوس ما تخلص في 2021. السباق دامي جدا في المجال ده، لدرجة ان شركة اوبر بتفكر انها تفتح المشروع وتخليه اوبن سورس عشان تستفيد من مساعدة المبرمجين على مستوى العالم، وده لانها عايزة تسرع التطوير باي شكل ممكن. وبصراحة انا شايف ان ازمة شركة اوبر في الموضوع ده هي ازمة وجودية، يعني لو حد سبقها في الموضوع ده فمش هيكون ليها وجود بعد كده، وده لان اوبر في الوقت الحالي بتعاني كتير جدا في الامور المالية المتعلقة بالرحلات بعد ما بطلت تصرف بهبل عشان تدلع الراكب والكابتن، ولأن الروبو تاكسي أو التاكسيات ذاتية القيادة والتوصيل هتخفض سعر الرحلات للنص ويمكن أكتر كمان، فأوبر كده هتكون باي باي، يا تلحق التورتة كلها يا تلم أشياءها وتمشي من السوق. بشوية حسابات كده، الأرباح من السيارات الأجرة ذاتية القيادة بتقول إن العربية الواحدة ممكن تدخل من 30 ل 85,000 دولار في السنة، يعني المليون عربية صافي أرباحهم هتكون من 30 مليار ل 85 مليار دولار من نقل الأشخاص بس. الموضوع ليه 3 محاور أساسية: البروجرامينج الفعال، السيارة الكهربائية، الترخيص والتنظيم. الشركة اللي هتقدر تتحرك أسرع في الثلاث محاور دول هي اللي هتقدر تاخد أكبر حصة من السوق. يا ترى مين الشركة اللي هتقدر تستحوذ على سوق العربيات ذاتية القيادة؟ قولوا لنا في التعليقات.